سماحتي المرجع السيد صادق الروحاني حفظكم الله، ما هو رأيكم في إقامة الشعائر الحسينية مثال التطبيع وضرب السلاسل بالسكاكين أو بغيرها والمشي على النار وغيرها؟ كان النار قلت أحسن المشي على النار هم يجوز ولا يجوز، يجوز لكن التدبير سلاسل الإنسان ذلك أحسن، إن لم يكن لازما في هذا الزمان يكون مستحبا بلا شك.